السلام عليكم ويا هلا فيكم بموقعكم shield.com. نستعرض اليوم وياكم طريقة الطلب من الموقع، ونبدأ بالعرض الرئيسي ومعلومات الرئيسية للمنتج. عرض اليوم كاميرا الفيديو النحيفة جدا كاميليو من توشيبا. هذه صورة المنتج، نقدر نشوف المزيد من الصور بالضغط على الأسهم، وأيضا تكبير الصورة بالضغط عليها، وأيضا نقدر نستعرض المزيد من الصور بالضغط على الأسهم. نلقى هني شرح بسيط عن المنتج مع السعر والوقت المتبقي على العرض، وبالكبس على عرض المزيد من التفاصيل ممكن نشوف تفاصيل أكثر عن المنتج مثل الفيديو توضيحي مع المميزات والمواصفات ومحتوى العرض والكفالة. نبدأ عملية الشراء بالضغط على اشتر الآن. والآن نصل إلى عربة التسوق، ومن عربة التسوق ممكن اختيار الكمية المطلوبة من المنتج نفسه، وبعد التأكد من الكمية المطلوبة نضغط على المواصلة لإنهاء الشراء، ونصل إلى صفحة إنهاء عملية الشراء، وندخل الاسم والعنوان. نبدأ بالاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف أو رقم الجوال، ومن ثم ندخل عنوان الشارع ونختار المنطقة الإدارية أو الإمارة، وندخل اسم المدينة والمحافظة. بعد ذلك طريقة التوصيل، ويوجد طريقة توصيل واحدة من خلال شركة فيدكس. ونصل إلى طريقة الدفع، وتوجد عندنا ثلاث طرق للدفع، أما من خلال بطاقة الفيزا والماستر كارد، أو عن طريق التحويل البنكي، أو من خلال بطاقة الكاشيو. نبدأ بطريقة التحويل البنكي، وأول خطوة نختار البنك الخاص بك، ونختار هنا مصرف الراجحي، وندخل اسم صاحب الحساب ورقم الحساب، وتوجد هنا المعلومات التحويل، يرجى تحويل المبلغ المطلوب لحسابنا لدى مصرف الراجحي، ورقم الآيبان موضح أيضا هنا، واسم المستفيد شركة توصيل التجارة العامة. وبعد ذلك نضغط على إتمام الشراء. وهذه طريقة التحويل البنكي. للملاحظة طبعا الهامة، يجب وضع الطلب قبل تحويل المبلغ. وطريقة الدفع الثانية هي من خلال بطاقة الفيزا وبطاقة الماستر كارد، ونختارها من بين القائمة طرق الدفع، ومن ثم نضغط على إتمام عملية الشراء. أول خطوة نختارها هي نختار البطاقة التي سوف نستخدمها، إما بطاقة فيزا أو بطاقة ماستر كارد، وهنا على سبيل المثال سنختار بطاقة الماستر كارد. ومن ثم ندخل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء البطاقة مع الرقم السري الموجود خلف البطاقة، ومن بعد ذلك الكبس على زر Pay. وبعد الرجوع للموقع نجد رسالة لقد تمت عملية الطلب بنجاح. إن شاء الله نكون وفقنا في شرح عملية الشراء، ولأي أسئلة أخرى عن طريقة الطلب الموقع يرجى التواصل معنا عبر تويتر أو رقم خدمة العملاء، وشكرا.